مع اقتراب مهلة التقديم للتصالح في مخالفات البناء والتي ستنتهي في 30 سبتمبر، ما زالت هناك حالة من اللغط بين المواطنين حول بعض البنود بالقانون، مما كان سببا في ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء. سنجاوب أبرز الأسئلة التي شغلت المواطنين بشأن قانون مخالفات البناء بهدف التبسيط على كافة المخالفين. هل يزيل القانون المباني المخالفة؟ قانون التصالح لا يستهدف هدم العقارات، بينما يفتح القانون الجديد باب التصالح وتقنين الوضع، ولا يتضمن أي شيء من إجراءات من المصادرة أو الهدم أو الحبس. السؤال الثاني، ما مصير العقارات المبنية على الأراضي وضع اليد؟ قانون التصالح لا ينص على عدم تقنين المباني المبنية على أراضي وضع اليد، واللائحة التنفيذية لم تستثني تلك المباني، لكن وضع اليد والتعديات على أراضي الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين، وهم طلب التقنين للأرض وطلب التصالح للمباني المبنية على أراضي وضع اليد مع كل وجهة تختص، وذلك لاكتساب العقار صيغة وحق قانونية. هل يشمل قانون التصالح كل المباني الجديدة منذ ما قبل 2008؟ كل العقارات المخالفة يمكنها الاستفادة من القانون الصادر لعام 2020، والذي كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، ولكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبة من الحي أو جهة إدارية بشأن صدور مخالفة. ما هو النموذج 3 وماذا يعني الحصول عليه؟ هو عبارة عن شهادة يحصل بها راغب التصالح موافقة نص المادة 3 من القانون 17 لسنة 2019، تتضمن بيانات المواطن والعقار ومساحته، وتمثل إقبالا من الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية ببدء إجراءات التصالح على المخالفات، مع ذكر المستندات المقدمة من المواطن وتاريخ ارتكاب المخالفة ونسخة من الرسوم المرفقة بالترخيص. كيف يتم حساب قيمة الغرامة المقررة للتصالح؟ يحقق القانون نسب الغرامات حسب نوعية المخالفة من القيمة التقديرية لسعر المتر بالمنطقة، وذلك كالتالي: 100% للبناء بدون ترخيص مع تجاوز اشتراطات التخطيط أو التغيير للاستخدام، و50% للبناء بدون ترخيص مع مطابقة الاشتراطات، و25% لمخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية للترخيص، و25% أيضا للمخالفة عدد الأدوار، و20% لمخالفة الرسومات الإنشائية مطابقة للرسومات المعمارية والمسطح عبر الأدوار، و5% لمخالفة الرسومات المعمارية مع مطابقة الرسومات الإنشائية وعدد الأدوار. هل يجب التقدم على التصالح مالك العقار أم شاغل الوحدة؟ القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته لم تحدد هوية من يجب عليه التقدم لطلب التصالح، حتى تترك الفرصة لكل راغب التصالح، ويمكن لكل صاحب شأن سواء كان مالكا أو شاغلا التقدم للتصالح عن الوحدة أو العقار المخالف، على أن يرفق بالطلب ما يؤكد صفته أو اتصاله بالعقار وفق نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون. أرجو أن يكون قد أفدت سيادتكم، وأشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله نوافيكم بكل جديد. أسأل الله لي ولكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام.